السلام عليكم. تذكروا أمس تكلمت عن الساعة البيولوجية وعلاقتها بانضباط الهرمونات وأهمية هذا أو أهمية نوم الليل لانضباط النظام الهرموني وانضباط الساعة البيولوجية. وش معنى ساعة بيولوجية؟ ساعة بيولوجية يعني تحدد متى يتم حدوث العمليات الحيوية داخل الجسم. يعني مثلا هنا عندك الساعة مثلا 6 الصباح، هذه الساعة البيولوجية. عندك الساعة 6 الصباح الأعلى بارتفاع هرمون الكورتيزول، هرمون الاستيقاظ. الساعة 9 الصباح الأعلى في ارتفاع هرمون التستوستيرون، هرمون الذكورة داخل الجسم. هنا علاقة الساعة البيولوجية مش فقط في انضباط النظام الهرموني، لأنه برضو هرمون الكورتيزول له علاقة بالمناعة. علاقة الساعة البيولوجية هنا مع المناعة تراها كبيرة يا جماعة، كبيرة. ونوم الليل يضبط الساعة البيولوجية ويضبط لك الأنظمة الحيوية بشكل أكبر. أنا بودي لو تقرأوا كتاب اسمه ليش ننام، Why we sleep. Why we sleep، لأنه إذا ما عرفت لماذا ممكن ما تعطي أهمية ليش ننام الليل. Why we sleep. نفس الآن اللي صاير اللخبطة في الأكل والتغذية، كثير ممكن ما يعرف ليش، كثير من اللي لخبطون بالأكل ما يعرف ليش يأكل، عشان كذا ملخبط بالأكل. لو يعرف أنه كل أكل أو كل شيء يدخل إلى داخل الجسم إما يبني صحتك أو يهدم صحتك في عملية العيد، يا يفيدك يا يضرك. هنا نوم الليل هو الأعلى في حدوث اللي هو أعلى نسبة حدوث عملية ديتوكس للدماغ. ديتوكس للدماغ. ممكن لو تجمع أغذية العالم كلها ورياضات العالم كلها لا تتساوى مع فائدة نوم الليل. نصيحة، إذا حصلت علبة ماء بلاستيك ناسيها في سيارتك متعرضة للحرارة والضوء، لا ترجع تشرب منها مرة ثانية. سق فيها الشجر أفضل لك، لأنه انتقال جزيئات البلاستيك للماء ويكون الماء ملوث بجزيئات البلاستيك حيكون أسرع بكثير، حيكون أسرع بكثير. في بحث تو طالع في أمريكا فحصوا بعض البراندات الموجودة في أمريكا، ووجدوا تقريبا ما يقارب 10 براندات فيها تلوث بجزيئات البلاستيك، فيها تلوث بجزيئات البلاستيك. فابعد عن الشيء هذا. يعني حتى إذا رحت تبغى تشتري ماء، أفضل دائما تشتري زجاج، هذا أفضل لك من البلاستيك. لكن إذا أنت يعني لابد من أنك تشتري بلاستيك، خذه من مكان تضمن تخزينه، تضمن تخزينه يكون سليم البلاستيك، لأن تأثير جزيئات البلاستيك على بكتيريا الجهاز الهضمي قد يكون غير جيد أبدا. الله يحفظكم. ما شاء الله تبارك الله، جينا ناخذ الخضار طازج من المزرعة قد ما نقدر. صد البقدونس والكزبرة والكراث والفجل والجزر والشمندر. حبيب القلب شمندر، دائما أسميه حبيب القلب شمندر لأنه تقريبا مع أغلب السلطات أدخله، يساعد على انتظام الإخراج. وانتم كرامة، الشمندر ممتاز جدا. ولكن تذكر أي شيء يسبب لك حالة غازات أو عدم ارتياح في الجهاز الهضمي مباشرة أبعده، مباشرة أبعده حتى ولو كان صحي. هنا هذه اللوبيا، هذه تراها غنية بالفايتو استروجين، غنية بالفايتو استروجين. وهذا حليب البقرة طازج، حليب سمحة، ما شاء الله تبارك الله.
واسعد الله صباحكم بكل خير. وهذه عجينتنا تخمير 48 ساعة، يعني الجلوتين الموجود فيها أصبح أضعف وأضعف وأضعف، لأنه كل ما استمريت بالتخمير أو كل ما زادت مدة التخمير كل ما كان الجلوتين ضعيف وأسهل للهضم. نبي نحطها هنا بإذن الله تعالى ثم على الفرن بشكل مباشر. هذا مشغلينه على 250 أو مشغله على 250 قبل حوالي ربع ساعة، يعني حار مرة، هذه ما تلمس الآن. لازم تحط خبزتك بالفرن والفرن حار مرة. يلا وريكم النتيجة بإذن الله تعالى. هتقولوا ما بفنان؟ أبا واحد منكم يقول ما بفنان. مليار صباحكم بكل خير. هنا تسأل كيف نومتك، ما صار فيها لخبطة مع السفر؟ لا، صار فيها شوية لخبطة، تقدم الوقت بالنسبة عندي، ولكن وش سويت؟ عالجت الموضوع اني حطيت المنبه على صلاة الفجر ولا عاد نمت اليوم اللي بعده. انا لما رجعت من السفر، اخر سفر لي هذه، وصلت او دخلت البيت تقريبا على الساعة واحدة في الليل، دخلت البيت على الساعة واحدة في الليل، منبه على صلاة الفجر، اول يوم ثاني يوم انتهينا. هنا عن طريقين ممكن تضبط النوم بالنسبة عندك للي ما ينام الليل، إما أنك تقدم الساعة أو أنك تأخرها. يعني أنا الآن حطيت خلاص صلاة الفجر عندي حاجز، إذا أبي أزود نوم أخذ من ليلي من وراء، ما هو باخذ من نهاري من قدام، انتبه من الموضوع هذا. أو في طريقة ثانية للي ما قدر أو جرب الطريقة هذه ولا انفعت معاه، أنه يبدأ يأخر نومه. مثلا هو متعود ينام بعد الفجر، خليها بعد الظهر. متعود تنام بعد الظهر، خليها إلين بعد العصر. متعود تنام بعد العصر، خليها العصر إلين بعد العشاء، وانتهى الموضوع. تأخر الساعة، تأخر الساعة. يعني مثلا الموضوع وسط اليوم أحسن ما فيه أنه فيه الصلاة تجي، صلاة الظهر العصر، يعني لازم تقوم الفترات هذه، لازم تقوم الفترات هذه، فهذه مساعدة على الاستيقاظ واستمرار ارتفاع هرمون الكورتيزول في النهار. لا يا عبد المحسن، لا تصير يا اسراجين يا ظلمة. عاد التوازن مهم ومطلوب، تطبخ فيها من هنا من هنا بعدك مشكلة. أما الارتفاع أو الإكثار من الطعام الصحي لا يعني أنه يكون أصح، انتبه من الموضوع هذا.